Енді келесі тыңдайтын әндеріңіз пайғамбар тілінде, Мұхаммед тілінде, Құран тілінде, Құран хақ деген бір керемет арабша илахи әнім бар еді. Сол әнді салауатпен сіздерге қосып орындап берейін, қабыл алыңыздар. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين أبدا لا يعلو كتاب أبدا لا يمحو سراب أبدا لا يعلو كتاب أبدا لا يمحو سراب أنزله رب وهاب رب تواب الرحمن أنزله رب وهاب رب تواب الرحمن غرد يا شمل الإيمان غرد يا شبل الإيمان غرد واسدع بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان قتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر قتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران غرد يا شبل الإيمان غرد يا شبل الإيمان غرد واسدع بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان فجرا عسرا تعشق روحك هذا الذكر قتل المصحف فجرا عسرا تعشق روحك هذا الذكر تلقى الخير وتلقى الأجر وتحرر فيه الإنسان تلقى الخير وتلقى الأجر وتحرر فيه الإنسان غرد يا شبل الإيمان غرد يا شبل الإيمان غرد واسدع بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين